مشكلة عويصة، أنه أكثر من مرة يصدر كتاب يجي من الوزارة ما ينفذ على أرض الواقع. واللي بالتمليك ايش قد سعر هذا الشقة بالتمليك؟ ما هم يعني كانوا حاطين سيستم على أساس أنه كل غرفة 5 ملايين، كل غرفة في كل شقة 5 ملايين. طيب. الناس يعني ارتضت، اقتنعت، قالت ما يخالف، المهم أنه سكن. طيب هم ليش ما ليش يعني ما 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 يملكوه؟ اكو يعني نفس المجمع هذا اللي موجود بالصقلاويه اللي بالفلوجه اتملك، والان اهله ساكنين به، وممكن وحياه طبيعيه والناس عايشه، وكذلك هنا الناس ايضا عايشه وطبيعيه، لكن ملكوهم ملك الناس. يعني الى متى يبقى هذا موظف 30 سنه 40 سنه هو ما عنده دار سكن؟ والله هو اهم موضوع يعني حاليا موضوع تمليك المجمع السكني. هذا المجمع اكو مجمعين توأم الى عامريه الفلوجه، كل الناس تعرف بها، تملكن وباسعار رمزيه. ليش هذا المجمع يظل لحد الان لا هو يعني مشاكل بين الماليه وبين الصناعه، الصناعه تقول تابع لي، الماليه تقول تابع لي، والمواطن ظل يتفرج يريد متنفس. قالوا راح يشتغلون على التمليك، اشتغلوا وجو جمعه واستماير وكسبت الماليه القضيه، ورجعت لا الصناعه كسبت، رفعت دعوى ونقضت القرار. قالوا لا الماليه رجعت كسبت من جديد، الاسعار كلش عاليه مقارنه بالاسعار اللي صارت بالفلوجه.